عاوز أقول لك يا أستاذة أنه القبلية واستخدامها في السودان هو الآن أصبح المؤشر الأساسي والخطير. إحنا عندنا أحد أعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي والمؤسسين السيد خضر حمد عليه الرحمة والرضوان عندما سئل في فترة الحكم الإنجليزي عام 54 من جنسيته رفض، قال بتكلم أنا سوداني. إحنا والأستاذ عبد الرحمن وجيلنا ده ما بنعرف، كنا نحن الواحد بيجي من وين، بيقول لك ده من دارفور، ده من شرق السودان، ما بنعرف قبيلة، ما بنعرف هذه الأشياء كله بالمرة ما كنا بنعرفها. القبلية بدت برضو من الفترة بتاعت الحكم الاتحادي الذي بدأه النظام في مايو، وأبناء الإقليم يحكموا الإقليم، وبدأ الصراع ما بين مكونات الأقاليم، وزادت الحدة أيضا في فترة الإنغاز بشدة، زادت بأنه كل ما يأتي يعني كل ما يعين شخص من جهة يذهب الآخرون، وبقت القبائل الحرب ذاتها بقت بين القبائل. حتى الحل يعني إضافة إلى هذا الأمر أيضا صحيح هناك في كان خلل في التنمية، كان خلل في كثير، لأنه النظم العسكرية اللي كانت موجودة، أنا محمل النظم العسكرية لأنها كانت أول فترة حكمت في السودان لم تعالج هذه الأشياء بل زادتها. نظام الحكم أنه أبناء يعني زمان في السودان أهل الكبار في السودان كانوا بيشتغلوا معلمين في جنوب السودان في شرق السودان. أنت كنت جزء سيد السماني في هذه في هذا النظام، كنت جزء في هذا النظام. ما الذي يعني قدمتموه لهذه للسودان؟ يعني أنت كنت جزء لفترة طويلة جدا يعني في عدد من المناصب في الدولة. إحنا جينا أولا لما دخلنا السودان يا أستاذة قدمنا مبادرة اسمها مبادرة الحوار الشعبي الشامل، وهي مبادرة واضحة المعالم ومحددة، وقامت يعني عملت فكر لجنة الفكر وتحدثت تحديدا عن مسألة الجهويات والعصبيات، وتحدثنا عن الحوار وخطاب الكراهية وعدم استخدام الدين، وعملنا الميثاق السياسي، وقدمنا البرنامج الوطني الذي بموجبه فرضنا على الدولة مع الضغط الدولي اللي كان باقي على الظروف أن نجلس في ملفات السلام في جنوب السودان، وقدمنا الكثير جدا. لكن احنا لم نكن السلطة الحاكمة، احنا كنا بنضغط، وبعدنا جو اخواننا في التجمع الوطني الديمقراطي وجو بكل مكوناته من اليسار الى اليمين، وعملوا دستور 2005. نعم. وشاركوا في الحكم 5 سنوات.